هتخش تقتل مراتك. جميل. طمني طمني كده على شغلنا. خش فتحالك دراعها. حلو حلو ده قوي. استقبلك احسن استقبال. هاي طلع الشيله. هوب هتروح مطلع الشلاشنكوف. مين الشلاشنكوف؟ هي جت على ايوه وتروح غززها في بطنها بالشلاشنكوف. ايوه غززها في بطنها. لازم تكون شرس. خد بالك لازم تكون شرس وغبي وذكي في نفس الوقت. قول لي بس عايز ايه. بس بين الرياكشن والاكشن فهمت وسبب عالمي عالمي. يعني احمد زويل بيخرجني يعني اديني الفرح والحزن. اديني الفرح والحزن في نفس الوقت. خش على كباريه وهات محمد الصبحي. فرح وحزن وخش على كباريه واجيب استاذ محمد الصبحي. ايوه عايز اشوف كل ده في لقطه واحده. حاضر لسي بقى ماشي. استنى يا ابني فين اللي بيصور. اوكي كاميرا مان مين؟ هيطلع فوق. بص هو بص هنا والكاميرا هنا. الكاميرا مظبوط عندك؟ انت قول له باين باين وشه باين كويس. انت بتصور الصلاه يا استاذ. يا استاذ مالكش دعوه بشغلنا. انا اسف. الكاميرا دي كده 190 درجه. 190 درجه؟ كلاب يلا. ايوه هو انا اللي حمست المشهور. يا حبيبي انا المخرج. يعني ايه الممثل اتحط عليك لاب وانا لا؟ اوكي يا ابني راجل اتغير خالص. فرح شفت غرمتنا كام كلاب؟ انا وحضرتك ما بشارك في الانتاج؟ مالكش دعوه. حاضر حضرتك فرح حزن في فيلم كباريه استاذ محمد سكري. بس سمعتني الاول. اوكي 11 هو انت ماشي لما توصل ل 1 قول لي. حاضر 0 11 وانا همثل في اتصالات. خش على مؤمنين. حاضر اكشن يلا اكشن والنعمه لنولعها في الوسي. ممكن تعمل خلطه هنا. انا هشوف حاجه كده ثلاث اربع حاجات في بعض. والنبي هو ايه؟ ما هو لسه في كل افلام استاذ محمد سكري. فيلم محمد سكري والنبي هو ايه؟ حلو قوي. ايه ده؟ ايه؟ لا قول لي ايه؟ صورته كويس؟ رايس يا رايس سميه العمل الفني. العمل الفني؟ ايوه العمل الفني اللي احنا داخلين نعمله. ايوه في مشهد مهم اقول لك على حاجه. ربنا يعدي الكريب ده على خير ان شاء الله. باذنك يعني. ربنا يعدي الكريب ده على خير. والله حضرتك مخرج عربي. يا سلام كرسي ده لذيذ. هو حضرتك جاي تخرج ولا جاي تصيف؟ ما انت عارف ساعات الجو بيبقى حر وانا ما بخرج ببقى تعبان. بجيب معايا ادوات البحر كده معايا. ادوات البحر وكرسي البحر وحاجات البحر وكله. يا ريت كمان فريسكا. يا سلام بموت في فريسكا. فريسكا 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 لو سمحت. فريسكا 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 وايه مش عايز يبيع ليه؟ حضرتك تحب نعمل بروفا يا فندم؟ بروفا اول مره. ايه؟ بيقول كلينكس اول مره. هو عنده مشكله في النطق شويه. كلينكس اول مره؟ كلينكس اول مره. يا رب بنعيد. يلا حاول بقى لو نجحت في الاختبار الجاي ده. اوكي هجيب لك حاجه حلوه. تجيب لي ايه؟ هجيب لك حاجه ساقعه. ايس كريم مثلا. ايس كريم كلوكلو. ايس كريم كلوكلو. ايس كريم كلوكلو. ايس كريم يا ريس. يا بتاع الايس كريم. ايس كريم بدي سامبل. ايس كريم يا ريس. ايس كريم ده مش معبرني ولا عايز يبيعني. طب حضرتك زهقان اجيب لك مثلا فول سوداني ترمس. لب سوداني. لب سوداني ترمس. لب سوداني ترمس. لب سوداني ترمس. تعالى يا ريس. لب سوداني ترمس. يا ريس يا ابن الكلب يا جاز. ده ايه ده بيجيب بضاعه مش عايز يبيعها.